أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على هذا، يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع يضربوها، كلي لا أريد يضربوها، هكذا اعتادت على الضرب، تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك، ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرابا للنساء. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب، هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصا. والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهرها، وإلا إذا ضربها، وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهزمها بصوته. نكون اليوم في حلقة خاصة نعرض بها كل الهتافات الوقحة والتعدي السافر والانحطاط الواضح من الجمهور الجزائري الحاضر، أكثر من 20,000 متفرج يوم أمس كلهم بصوت واحد أساءوا إلى العراق، تاج راسهم وراس الخلفهم، تاج راسهم وراس الخلفهم أساءوا للعراق. اليوم سنرد الصاع صاعين. الله أكبر صدام حسين والجعفري بره، هذا هو هتاف الجمهور المنحط السخيف الوقح الذي لا يموت إلى الإنسانية بشيء. بالفم المليان يقولون الشيعة كلاب، عذرا لهذه اللفظ، لكن هؤلاء الكلاب المنحطين، الكلاب المنحطين، لو كانت لدينا حكومة اليوم السفارة الجزائرية ما تبقى بالعراق، لحظة واحدة ما تبقى بالعراق، لحظة واحدة ما تبقى. كنا نوديكم مدرسين ومعلمين بالسبعينات يدرسونكم اللغة العربية يا جزائريين، كنا نوديكم بالستينات والسبعينيات بعصبة الأمم من دخلناكم، دخلكم العراق، العراق دخلكم، تاج راسكم، تاج راسكم هذا العراق، ولا زال العراق تاج راسكم، ويبقى العراق رغم مفخخاتكم، رغم آلاف الانتحاريين اللي أرسلتم. اش حصلنا من العروبة مالتكم والعمق العربي غير الانتحاريين والتفجيرات والفتنة والقتل؟ شيعة قتلوا الحسين، شيعة قتلوا صدام حسين، واضحة عمي اللي تكتبون تبررون للشيعة قتل الحسين؟ انتم اللي قاعدين على المدرجات تفتخرون تسمون نفسكم، تسمون شخص يزيد، يزيد اللعين، صديق القردة والخنازير تسمون على اسمه. هذه أخلاق البرابرة، هذه أخلاق الوحوش، هذه هو أخلاق المنحطين، هذه أخلاق الزنادقة، هذه أخلاق أناس يعني عبارة تكوين إنسان لكنهم قردة وخنازير لقطاء، يعني لما تقولون صدام حسين وتحجون باسم صدام حسين يصير نفتخر بنابليون بونابرت؟ يصير نفتخر بنابليون قاتلكم؟ يا ابو مرديس يا صدام شيعة عدو الإسلام، ابو مرديس تعرفون من هو؟ إرهابي فجر نفسه بيجي، إرهابي جزائري فجر نفسه بيجي على الجيش العراقي والحشد الشعبي، يفتخرون به الإعلام الجزائري، تدرون ايش قال؟ راح تشوفونه، عبالكم اعتذر، شوفوا شوفوا الإعلام الجزائري ايش قال. هذا إعلامي جزائري خير الدين روبا يعمل بقناة الكاس، يقول على من يطالب الجزائر بالاعتذار، العراق أن يطالب أمريكا أولا بالاعتذار عن الدمار التي ألحقته بهذا البلد الشقيق،
من قتل وتشريد واغتصاب ونهب لثرواته وطمس لتاريخه وهويته قبل مطالبة مجموعة من المشجعين هتفت باسم زعيم عراقي سابق كلنا أحببناه ولازلنا والخائن فقط من فرح بموته. انت واحد ضميرك ميت، انت واحد هنا مخلي حذاء، انت مخلي بعقلك حذاء. الممثلة الجزائرية آنية تقول صدام حسين بطل قومي أو مجرم، يعني علامة استفهام. الأكيد أن بعد سنوات من وفاته ما زال الرجل يعيش بيننا، يعيش بينكم، لأنكم تعودتم على الذلة، لأنكم تعودتم على الذلة. وهذا التصريح لا تقوله إلا عاهرة، واضح؟ هل على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يجبروهم على دفع الجزية؟ جميع أهل الكتاب في جميع أنحاء الأرض. القتال هو ابتداء لإزالة الحواجز المادية، وهذا قتال للدول وليس قتال للأفراد. فنحن عندما نعلن الجهاد على ألمانيا مثلا، على الدولة إذا رفضت أن تقبل أن يدخل الإسلام إلى أهل ألمانيا، فنحن نخيرهم بين الإسلام أو الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. والجزية هي الضريبة الوحيدة التي يدفعها غير المسلمين، بينما المسلمون يدفعوا الزكاة ويدفعوا الخراج ويدفعوا الركاز ويدفعوا الضرائب إذا نقص في بيت المال ولم يكن هناك مال للجند أو للجيش أو للغير. هل تلوم الطرف الآخر أن يخشاكم يا شيخ أحمد؟ يعني هل تلوم الأوروبيين أن يخشوكم حين تقولون إن علينا أن نقاتلهم جميعا؟ نقاتل الدولة، نقاتل الجيوش، لا نقاتل الناس. الناس تقاتل الدولة طبعا. أنا عشان أخذ من فهد الخطاب. هل تلومون؟ الناس لا نقاتلهم، لا نقتلهم، فقط إذا أصرت هذه الدولة أن تمنع نشر الإسلام في أراضيها فنقاتل الدولة كدولة. يعني كتاب Clash of Civilizations لسامويل هانتنغتون واللي قبله لفوكياما أستاذه الذي تنبأ بأن الصراع القادم بين الإسلام والغرب. يا دكتور نعم شوي، يعني معناته صحيح صراع الحضارات، صحيح هم استعمرونا وهم كذا، والإسلام لولا الجهاد لما وصل إلينا، ولولا الجهاد لما وصل إلى باقي البقاع. أغلب العالم القديم خلال ربع قرن كان وصل الإسلام بالجهاد، والناس العاديين بدهم الإسلام، اللي ما بده الإسلام ظل على دينه. نحن في بلاد الشام أغلب أجدادنا الأوائل كانوا ليسوا مسلمين، لكن دخلوا لحسن الإسلام ولعدالة الإسلام، وبقي القلة القليلة في بلاد المسلمين. رائع. إذا نحن مأمورون بالقتال لنشر دين الله. نعم، هذه طريقة الإسلام في نشر الإسلام. طيب، لو وصلتم أنتم إلى الحكم هل ستحررون فلسطين؟ نعم، يجب إعلان الجهاد ويجب إزالة إسرائيل من الوجود وإفنائها. هذا الكيان مسخ ويجب إزالته من الوجود. ما زال موضوع حظر المآذن في سويسرا يشغل بال الرأي العام الإسلامي على الأقل إن لم يكن العالمي. ردود الفعل بتتوالى بشكل كبير. العالم الإسلامي كله من المياه إلى المياه، من المحيط إلى الخليج، ومن الشمال إلى الجنوب، كل بلدان العالم الإسلامي كان لها رد فعل. رد الفعل تمثل في الاستنكار الشديد والأسف العميق. إزاي يتم حظر بناء المآذن في بلد زي سويسرا؟ بلد زي سويسرا لا لها حضارة ولا لها تاريخ، تدعي وتتشدق بالديمقراطية كما يدعي أهل الغرب. إنما تأتي الديمقراطية أمام الإسلام نجد هناك سدا كبيرا. نقطة المقاطعة دي مهمة جدا. عارف هذا شيء فكري أقول لحضرتك على حاجة. الشوكولاتة الجميلة بتجينا من سويسرا، بتجينا من سويسرا، وأرقى أنواع الشوكولاتة. الساعات الحلوة، الساعات مش عايزين نقول ماركات، من سويسرا. بل الأدهى من كده إن مليارات الدولارات في موجوده لوجهاء العرب، موجوده بنوك سويسرا لو اتحدت الامه الاسلاميه، وبيعتبروا ان سويسرا امنه لحفظ اموالهم، لحفظ اموالهم. للاسف الشديد تفتكر يا شيخ فكري لو كل وجهاء العرب دول كله سحب فلوسه من سويسرا هيهز الكيان، لان هذا الحزب اللي هو صاحب حزب العمل السويسري، حزب العمل السويسري ده حزب صهيوني
والقائمين عليه اصلا نبت صهيوني والعياذ بالله وبمواله. ده انا اقول لحضرتك على حاجه، لعبنا اللي هو حارس المرمى اللي اسمه عصام الحرم راح يلعب في نادي اسمه نادي صهيون في سويسرا، خدت بالك؟ نادي اسمه نادي صهيون في سويسرا بيديروا الصهاين. بالنسبه للدكتوراه الفخريه اللي انا اخذتها من اتحاد جامعه الدوليه التركيه، في هي اسمها سكس ماجمنت اللي هي المثليين والتحرش الجنسي، طب عربي مستمد من الطب النبوي. اكتشاف علاج لهذا الشيء؟ اي نعم، انا اكتشفت علاج، احييت علوم، كانت في علوم احييتها وهي علاجيه، طلعتيها على الواقع وجربتيها في ناس، وجربناها على ناس، وهي بس حطيناها في اطار عصري بالبحث والدراسه، فصار في برنامج متكامل اللي هو جسدي نفسي روحي ايماني. يعني اكتشفته هو تحاميل علاجية حق الشبق الجنسي للشباب الجنس الثالث حتى الرابع اللي هي البويات، في حالة الشبق الجنسي الرقبة الزايدة، فهذه التحاميل هي مسكنة طفيها، مسكنة يعني؟ لا مسكنة الطفي هو عبارة شنو عنها؟ عبارة عن الدودة شرجية. نعم. لو تغذت على أنا في يعني أنا الحين في صرح علم. نعم. يعني نعم. ولا حياء في العلم. لا لا طبعًا هذا علم، هذا علم. نعم. والطب النبوي موجود وفي كتب. نعم. فبالنسبة للشبغ الجنسي يكون اعتداء في مراحل معينة أو عدد معين، بعدها يتم الشخص سواء امرأة أو رجل يستمر بالشيء هذا لأن في دودة شرجية تتغذى على المني. سبحان الله. على الحيوانات، حيوانات المنوية. عشان كذي أنا اللي سويته هي لبوس تحاميل، هذه استعملها في أيام معينة في وقت معين، هذا تطفي الرقبة، هذه تقتل الدودة اللي هي تستخدم الشيء هذا وتطفيها بالمرة. هو ما هو كل التركيبة نفس الشيء، نفس الشيء. أنا نعم. بس حاطتها عشان أنا يعني هو نفس التركيبة، نفس التركيبة، نفس الدواء، نفس كل شيء، نفس الدواء، نفس نفس الجرامات ونفس الشغلة، لأنه هو راح يكون عنده جسدي نعطيه أول شيء صحن متوازن. نعم. من بداية العلاج الصحن المتوازن اللي هو يكون الأكل مر حامض ماسخ. نعم. مثلا حلو، هذا على أساس أنه أول شيء يسحب السموم من الجسم كله. فالغذاء بالنسبة للجنس الثالث من الرجال هذا طبعا لازم يأكلون أشياء تزيد الذكورة عندهم وتقوي العضلات. كل أكل مدفون تحت الأرض هذا يعطي الرجال ثبات ويقوي عضلاتهم ويزيد الذكورة. الأكل المر يزيد الذكورة. شنو الأكل المر؟ الأكل المر يزيد الذكورة. فقع، فقع ما في لا ملح ولا سكر ولا شيء. البطاط، البطاط، البطاطة الحلوة هذه اللي هذه مدفونة تحت الأرض، الفجل الأبيض، البصل، الفجل الأحمر، البصل، كلها أشياء اللي تكون جزر مثل ما قلتي. كل الأشياء اللي تكون هي تزرع داخل مدفونة، هي إيش معناتها مدفونة؟ تحت الثبات، تحت الثبات للرجل. وكل شيء مر هو يعطي قوي العضلات ويعطي قوي الذكورة.